ركزوا في شباك راتب الواطي قتل لي أبي. بلك شو عم تحكي انت؟ وراتب شو دخله؟ أعطاني دواء أول ما أعطيته لأبي طب ساكن. خرب بيته على العملة. والله أطلع بروح والله ولك وضل أطلع بروحك يا راتب. شباك يا بطل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف لك شو اللي عم بيصير في الحارة؟ شو اللي عم بيصير؟ طب علي هلا كل حارة عم كل أغاني بتقتل بعضها. لك أطرحك ضربة حطبك هلا. أنت هادي اللي بيهمك فلان قوي وفلان مو قوي. لك في زلمة مات مات بتعرف شو يعني؟ شو يعني؟ إيه بعرف شو يعني مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سقل لك عرق ولا لسه؟ والله لا خرب الدنيا فوراتها. انا قتلت لك ابوك؟ شو عم تخبص انت؟ ايه انت اعطيتني دواء غير المكتوب بالراشدة. اول ما شربوا ابي طب ساكت. والله لا اطلع بروحك والله. اطلع ورجيني حالك ولا اطلع اغسل بالي بنفسي فوراتك اطلع. طولوا بالكم يا جماعه، انتم متاكدين من هذا الحكي؟ ايه انا متاكد، لانه ابي اول ما شرب الدواء طب ساكت. ولك هذا الواطي قتل ابوه. انا عم قتل له الدواء صح؟ انت اللي غلطان. كذاب. انا كذاب؟ انتوا بعدكم ما راح تجوا بالسوق. راتب راتب قرب لا روح قرب والله قرب والله اطلع بروحك والله قرب. مصطفى ما بدي اذيك. ها لك يا بطل يا راتب روح وقف بدي وياك عم يا بسام. شوفي زعيم راتب قتل لي ابي وطالع من هول اطلع بروحه. ما وحى يا ابو غسان ما وحى. عيدو طب لي خنجرك لشوف. طب لي خنجرك. امره وانت راتب طب لي خنجرك. امرك زعيم. اسمعوا كلكم، في عنا حادثه وفاه حصلت، واللي عم تعملوا يا عيدو هذا اسمه مسخره. نحن وين وانت وين؟ أبوك ميت وعلى فراشه وانت جاي تعمل مراجل؟ شو ما في كبير بالحارة؟ ليش ما اجيت عندي؟ ونحن من إمتى بنقابل الغلط بغلط أكبر منه؟ مش كان راتب عليه حق؟ ساعتها لكل حادث حديث. يلا يا جماعة كرام الميت دفنوا، يلا تحركوا لنشوف يلا. قضبتك يول 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 شر يا عليكم حدا يتحرك من مكانه. أهلين حضرت اليوز باشي. مين هو الملكوس اللي قاعد يساوي خرابيط؟ سيدنا راتب قتل لي ابي. لا حد عليك. عجل شلون مشيت لابوك احكي لي. عيدو سامحني زعيم بدي احكي. ابي كان تعبان كثير، جيت لعنده بعد ما كتبت لي الحكيمه نسيمه دواء، قام ركب لي دواء بالغلط. اول ما اعطيته لابي طب ساكت. بشو غلطت؟ انا عم طالب بحقي. لك انا بدي اطلع بروحه. والعوذ عليك يا ملقوس يا حسيني يا بواق الدجاج، عجل الدنيا سايبه؟ ما بيها كراكون؟ ما بيها ابو مشعل اخو عوش؟ وانت يا لانسة نريد شبال كراكون لجل التحقيق. خذوهم. وقف عندك انت وياه. اوعى حدا يقرب من انسة ليلى، هي ما دخلها. انا لحالي مسؤول عن الموضوع. اسمع حضرت اليوز باشي، احنا ما عندنا نسوان بتروح على الكراكون. مش كان بدك منا شيء؟ تحكي معها هون يا ابو عزام. التحقيق ما يعرف هذا ثمي وهذه خشتي، الكل سواسية والبنية ضرورية بالتحقيق. مو على كيفك حضرت اليوز باشي، هاي شغلة التحقيق ما بتلزمك. إش كان بدك تحكي معها؟ تحكي معها هون. زين زين حيل يا أبو عزام. وانت يا الحصيني أريدك بالكراكون، أريد أشربك شاين ثجيل، لأني هذه سحبة الخنجر بوجه الكراكون ما سالك إياها أبد. أنا ما رفعت خنجري بوش الكراكون، أنا عم دافع عن الأنسة ليلى وما رح أسمح لحدا يقرب منها. صدعت راسي عاد. انشب خذوه. واقف عندك أنت وياه. قبل ما أروح الكركون بدي أحكي كلمتين قدام الخلايا كلها. إيش كان بيطلع الحق علي؟ رقبتي إلكم، شو ما بدكم أعملوا. إيش كان ما طلع الحق علي، بدي رد اعتبار قدام العالم كله والحاضر يعلم الغالي.